جهات مجهولة ظهرت ما بعد عام 2003 في العراق وحتى يومنا هذا تبتلع ما تشتهيه وكأنها خسفة دون رادع حكومي لها. فالبعض من هؤلاء فقد أبناءه عام 2015 وحتى الساعة لا خبر يشفي غليلهم الملتهب، مطالبين الكاظمي بالبحث عن أبنائهم في السجون السرية كما أسموها. مفقودين من 2015 ولحد الآن 15/6 فقط طلع من البيت وما نعرف وين فقط. زين جهة مجهولة أخذته، ونطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يبحث عن السجون السرية. ونطالب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن مصير المفقودين. أنا عمي مفقود من تاريخ 12/6/2015 ولغاية ولتاريخ الآن أي شيء ما بين عليهم. إن كانوا أمواتا أو أحياء نريد خبرا عنهم مهما يكن هذا الخبر. كلام الأمهات اللواتي فقدن فلذات أكبادهن عام 2007 13 عاما ومناشداتهن لا تسمع، لكن أمل المناشدة لم يمت وستبقى مناشداتهن مستمرة حتى الرمق الأخير. أنا والدة هيثم المفقود هيثم علي كاظم خالف طلع اجى من بغداد على الموصل من 2007 شهر 1/7 طلع، ما أدري أي خبر عنه وين ما وين. نحن نطالب أولادنا يابا، هاي صار له 6 سنوات راجع من بغداد على الموصل وانفقد، ما نعرف ميت طيب ما نعرف، هاي 6 سنوات صار له من شهر السادس 26/6/2015 لحد الآن ما نعرف وينه. والناشد من الحكومة المركزية والأستاذ الكاظمي أن ينظروا لنا بهذا الموضوع. حقوق الإنسان في نينوى أكدت أن عدد المفقودين في المحافظة 8000 مفقود لم يعرف مصيرهم حتى الآن، مع إهمال تام للحكومة المركزية لهذا الملف. لدينا في محافظة نينوى ما يقارب 8000 مفقود إلى حد لا نعرف مصيرهم. طبعا طالبنا من الحكومة المركزية والمحلية والأموال الدولية بإيجاد حل لهذه العوائل. الآن هم كالأيتام لا يوجد لهم أي مورد مالي. طبعا الحكومة المركزية أهملت هذا الملف. سيطرة الدولة وفرض هيبتها في العراق على الجماعات الخارجة عن القانون كذبة على مدى 17 عاما، فلو كانت هنالك دولة ذات شخصية قوية لما كنا نشاهد هذا العدد الهائل من المفقودين والمغيبين. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.